اللقاء المطول اللي جمعنا بسعد المجرد واللي شفتوه بحلقتنا أمس، لقى تفاعل كبير من فان سعد اللي دائما يكونون بانتظار أي لقاء لنجهم المقل عادة في إطلالات التلفزيونية. وبعد ما خبرنا سعد أمس عن كل ما يتعلق بأعماله الغنائية، اليوم في الجزء الثالث من هالحوار بنتكلم عن مشاريع التمثيلية، خاصة بعد ما أعلن المنتج زياد شويري العام الماضي عن توقيع عقد مع سعد لبطولة عدد من الأعمال الدرامية. وتفاصيل في Tracking Story Number 1. المسلسل كان عرض علي من طرف الصديق زياد شويري، مسلسل رائع، احنا قرينا الاوراق، لكن احنا بصدد الاتفاقات ونشوف يعني ان شاء الله اذا حنعمل ستيبس للدام وتو فاينلايز انه نعمل اوكي خلاص راح نعمله مش راح نعمله. هلا هن الناس شافوا شوي قدراتك التمثيليه من خلال الكليب عدى الكلام، وحتى انت نزلت لهم صوره كتبت عليها باب الحارة ستايل، فهني بلشوا يقولوا انه كيف ممكن يطلع سعد بأول مسلسل له. والله هذا المسلسل اللي قلت لك عليه هلا هو كارت اخضر هيك اسمه؟ لا لا ما اسموش كارت اخضر، تغير الاسم. والله هذا مسلسل اخر. ما عنديش فكره اجان على هذا المسلسل الكارت الاخضر، ما عنديش فكره عليه، بس المسلسل الثاني زي ما قلت لك قريت السيناريو، اتس فيري نايس، واي ثينك قريب لشخصيه سعد. يعني حنشوف سعد الفنان ولا حنشوف يعني عم بيمثل شخصيه فنان ولا لا سعد شخصيه اخرى بعيده عن الفن؟ خليها مفاجاه. ولما تم الاعلان عن توقيع سعد لتقديم مسلسل، كشف المنتج زياد شويري ان نجم مصري بيشارك ببطوله العمل الى جانب سعد. والله ما عنديش فكره، لسه ما وصلناش لموضوع الكاستنج. 80% رح نعملوه باذن الله، 80%. في شيء مخوفك بهذه التجربة؟ I'm excited more than خايف. أنا متشوق جدا إنه أمثل وأخذ هالتجربة أكثر من إني خايف، بس طبعا في رهبة طبعا of course. أول مرة، مش أول مرة، يعني مثلت في المغرب بس من زمان كثير. نعم بالبدايات. نعم مسلسل مغربي اسمه أحلام نسيم، وكنت بعمل سكتشات في برنامج سوبر ستار في 2007، سكتشات ضحك. I love comedy، أنا دائما كنت my favorite إنه أعمل كوميدي. طب هذا المسلسل حيكون فيه كوميدي؟ نهائيا أبدا. هذا بيصعب شوي المهمة أكتر، لأنه أنت حدا يعني بالكواليس دائما عندك روح النكتة وكذا. يس بحب، بس مثلا I'm a big fan of مسلسل الهيبة، تفرجت عليه كتير، وتحية لكل الممثلين اللي مثلوا فيه، فعلا استمتعت جدا بكل سيزن، وتحية لحبيبة الكل وست الكل منى واصف، بحبها حب كتير كبير، يعني بعد الوالدة الله يخليها لي بحب منى واصف. تحب انها تكون معك بالمسلسل اللي عم تحضره؟ الله الله هذا حلم. هو حيكون عربي ولا مغربي؟ يعني حيكون خلطة عربية؟ عربي. خلطة عربية. هلا من أكريت السيناريو صح؟ نعم. بتحس في دور هيك؟ في لست منى واصف؟ في إذا ما في نخليه نشوف. بتحبها تكون والدتك؟ إذا بتقبل هي أصلاً، إذا بتقبل أتشرف شرف كبير طبعاً. وسعد أيضاً يتشرف بعلاقة الصداقة اللي نشأت بينه وبين تيم حسن. I texted him وصار صح لي هلا we're friends تيم حسن. التقيت أنت وتيم شي مرة ولا بس كولز ومسجز؟ كولز. Not yet, بس كولز، بس we have a good connection. الله يحفظه، he's a very good actor. بوجه التحية. والسنة الماضية الكثير شاف العلاقة القوية اللي جمعت سعد بمحمد رمضان اللي قدمه سوا ديون ساي، ولما اجتمعوا على المسرح في دبي أعلنوا عن مشروع ثاني بيجمعهم. فاكر وعدنا لكم بإذن الله مع بعض. شو صار بهذا المشروع؟ الفكرة موجودة، بس تعرف ظروف العالم اللي بنمر فيها شوي صعبة، فأشياء كتير تأخرت، أفكار كتير تأخرت، والطرق كلها كل واحد راح مكان to again be alive again one more time. أنا عملت عدى الكلام، هو انشغل في his plans في الموسيقى كمان وكذا. هلا بعد ما في ورق يعني؟ بعد ما في ورق، بس الفكرة موجودة. محمد حبيبي، وإحنا يعني نتمنى نسعد الناس بهذا الفيلم، why not. هلا بكلامك بهذه الطريقة بتنفي كمان الأخبار اللي عم تقول إنه في فطور بالعلاقة بيناتكم؟ لا never. محمد حبيبي وبحترمه وبقدره، بحترم فكره، يعني هو he chose وبده يعمل شيء معين وحاطه براسه وخلاص.
خليه يعني هيز دوين ات والناس وفي عنده جمهور لهذا اللون. وفكرة إنساي نجحت, هذا هو الدليل الحمد لله. والتمثيل ما في حكي عليه, هو وحش في الشاشة ما شاء الله عليه, وإحنا بنستنى دائما في رمضان مسلسله على حرم الجمعة. سمعت الأخبار اللي قالت أنه في مشكلة بينك وبينه؟ سمعت بس أنا ما مرد على شيء. صح, ما برد بس هلا ردت يعني بطريقه غير مباشره انه في مشاكل. وبهالرد بيكون سعد وضع حد لكل الاخبار اللي تكلمت عن خلافات ما بينهم. بما ان ذكرنا محمد رمضان فهو اعلن مؤخرا عن انضمامه لقائمه نجوم تطبيق شادو اللي وصل عددهم ل70 نجم عربي تقريبا. ورمضان طلب من متابعينه مشاركته بالغناء, واول اغنيه على شادو هي نمبر 1 وبعدها بتنزل اغنيه انساي. واهتمام رمضان بالغناء يوازيه اهتمام الكبير بمسلسل رمضاني موسى اللي من الوقت للثاني ينشر له صور وفيديوهات من كواليس تصويره في مصر.